اتخذت جهود حكومة أبو ظبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 مزيداً من الخطوات المثمرة والفعالة من خلال تقديم فحص اللعاب للأطفال في مدارس إمارة أبو ظبي. الدكتورة أمنيات الهاجري مدير إدارة صحة المجتمع في مركز أبو ظبي للصحة العامة: هذه المبادرة اللي جاءت استجابة لتوجيهات وتوصيات قيادتنا الرشيدة، وفي إطار الحرص المستمر من مركز أبوظبي للصحة العامة ودائرة الصحة أبوظبي على متابعة وتطبيق أحدث التطورات العلمية فيما يختص بفحوص كوفيد-19 والاستجابة لهذه الجائحة. قمنا باستخدام طريقة جديدة لجمع العينات اللازمة للفحص من الأطفال اللي عمرهم أقل من 12 سنة وأكبر من 4 سنوات، وهي طريقة جمع اللعاب عوضاً عن عينة مسح الأنف لتفاعل البوليمريز المتسلسل اللعابي. هذا فحص دقيق وسريع يفحص 3 مناطق جينية محددة في فيروس كوفيد، مما يجعله من أكثر الفحوص المتوفرة دقة.